بعد عودة ركب السبايا إلى المدينة، كان هناك ينتظرهم محمد بن الحنفية، فلم يتعرف على السيدة زينب. قال لهم: من تلك الإمرأة الغريبة؟ فأجابه الإمام السجاد: حقك حقك، ما شفت حكي، يلا يتقطع. مشوا مثل الخمس، ما بيهم ليرجع، وعمت بصف وتتغير تتغير ويطلع شيب، كل ما زلمة من باب الخيم يطلع. عم تول ذهب، عم تول ذهب بالشمس ما يلمع، عم تول ذهب بالشمس ما يلمع. عمتك كانت بعباس تتقبع مثل شعرة رمش من تنشلع من عين، هيك الدمع ظل ينزل ونتوجع. مشهد مشهد منه غمض حتى جبرائيل، اعلى صدر حسين شاف الشمر يتربع. طمع كاتلهم وراس الحسين فلوس، طمع كاتلهم وراس الحسين فلوس. حسين اول ورث بالسيف يتوزع، داسوا صدره داسوا صدره والزرف مثل غربيل، بطراف الحوافر جلدي الشلع. داسوا صدره والزرف مثل غربيل، بطراف الحوافر جلدي الشلع. تطشر جسمه أكثر من دمع الأيتام، وأنا أدري الزاد من النثر يتجمع. وقالت لي يرد، قلت لها إي ناعور، بس وداع يقلق من مشى دمع. بعد نحكي بعد نحكي، ووصل للخيم دم عباس، رد من الخجل شي كل ما يرجع. احتارت والبكي دور على التحتار، خلصوا كلهم وصار البكي مربع ودسنا الجمر. سهل الحرق حرق قلوب، الهضيمة من انشتمنا وما مشي ليفزع. ينزف راسه كل ما سمع طفل الصيح، الشاير راس ابوي من الدم تنقع. غير العدة موت الواد متواسي، غير العدة موت الواد متواسي. قال ايش بحلقهم بس ضحك نسمع، شماته من الخيم باقوا ترى الكاروك، يكملون الرباب ودموع علي يرضع. ادينه ادينه مسنسله، ادينه مسنسله، يخافون من عباس لا نطيت فوفو يريد يتجمع.